الأخوة والأخوات، أبناء شعبنا الغالي، منذ أكتوبر 2000 حتى اليوم فقدنا أكثر من 1226 شابة وشاب من خيرة أبناء شعبنا. منذ بداية هذا العام أكثر من 56 قتيل من شباب وشابات أبناء شعبنا. بيوت تدمرت، رجال نساء ترملت، أطفال تيتمت. هذا بسبب انتشار سلاح العار والدمار داخل بيوتنا، داخل مجتمعنا. هذا نتيجة لعدم انتشار المحبة، التسامح والاحترام المتبادل. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. من يرضى هذا القتل لمن يعز ومن يحب ومن يحترم؟ كلنا إخوة، كلنا يجب أن نكون متحدين، وعلينا أن نبادر، لأن هذا الواقع واقعنا والمسؤولية مسؤوليتنا. وهذا القتل يدمر مجتمعنا ويخدم أعداء هذا المجتمع الذين يريدوا أن يرونا متقاتلين، متحاربين، مشرذمين، منقسمين، مفتتين. على هذا الأساس نتوجه لكم جميعا، كل في بيته، أبدأ نظف بيتك، نظف بيتك من السلاح، نظف فكرك من العنف. علينا أن نسعى جميعا لتغيير واقعنا. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا. مستقبلنا مسؤوليتنا، وتحقيق هذا واجب علينا. من هذا الأساس ندعو كل واحد، كل أخ، كل أخت، كل أب، كل أم، نظف بيتك.